من صغري وأنا حاسة أن عمري ما بطويل، وأن أي شيء أبيه في دنيتي ما راح أحصل لين أسرقه منها بالقوة. إحنا وش لازمة الكلام هذا؟ بعدين أنت مو بأول بنت بالعالم تبعد عن الشخص اللي تحبه. أباني قدامك، مريت بنفس التجربة. وضعها بلا قوة شوية وقت، بعدها بتنسي. صح، بس أنا ما تركت اللي أحبه بكافي. اللي أحبهم هو اللي بعدون عني واحد ورا الثاني. أحس إن الدنيا هذه كل يوم قاعدة تأذيني أكثر من اللي قبل، كأنها قاعدة تقولي تراني أكسب ما تتخيلين.